النهاردة الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وكان معاه عدد من رؤساء قطاعات النقل البحري ومينا اسكندرية والهيئة المصرية للسلامة سلامة الملاحة البحرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. راح هو والمجموعات دي تفقدوا عدد من المشروعات الخدمية اللي بيتم تنفيذها بميناء اسكندرية. وزير النقل أكد أن المشروع القومي يعتبر أحد أهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، وإن المشروع ده بيهدف إلى استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة، وهدفه يجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال. بعد ده طبعا الوزير تابع اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء اسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع. كمان الوزير تفقد مشروع الأراضي الخاصة بالشركة التجارية للأخشاب اللي منقولة من الشركة اللي هي في منطقة القباري دي منقولة للدائرة الجمركية لميناء اسكندرية بعد ما اتشغلت تشغيل تجريبي، ودي على فكرة على مساحة حوالي 44 فدان. كمان الوزير تفقد الجراج متعدد الطوابق بميناء اسكندرية اللي تم تشغيله تجريبيا منذ عدة أشهر واللي مقام على مساحة 15,000 متر مسطح ومكون من 4 أدوار بسعة تخزينية حوالي 4,000 سيارة، وده بيساهم يعني انه يستوعب اعمال التخزين الخاصة بالسيارات داخل الدائرة الجمركية، وفي نفس الوقت بيخدم المنطقة السياحية اللي بيتم التخطيط لانشائها مستقبلا. طبعا هذه الجهود وهذا الدور الحقيقة يعني لا يستطيع ان يقوم به الا كامل الوزير ابن المؤسسة العسكرية، الرجل الذي لا يعرف ليل من النهار، اللي بيشتغل وبيقدم في صمت في كل حتة بتلاقيه رايح جاي رايح جاي. وعشان كده الحقيقة لما بنقول المؤسسة العسكرية يا جماعة قادرة على صنع المستحيل وانتوا شفتوا ده، ما بنكدبش، ده مش معناه ان المجتمع المدني ما بيقدرش، لكن الانضباط، القدرة، الالتزام، الانجاز في المواعيد وبالطريقة وبالمعايير العالية جداً، دي كلها سمة احنا بنشوفها. انا بقول ليه الكلام ده، انا بقول الكلام ده لان بعض المتقولين والمدعين فضلوا فترة يقول لك اصل دول عسكريين ما لهمش علاقة، دول بس ليهم بالجيش والامن القومي. لا، يد تبني ويد تحمل السلاح. النهاردة النهضة الكبيرة اللي موجودة في مصر المؤسسة العسكرية لها الفضل الاكبر، صحيح معها قوة مدنية وشركات كتيرة جدا وخمسة مليون مواطن مدني بيشتغلوا، لكن يحسب تاريخيا للمؤسسة العسكرية أنها تصدت في فترة كانت الدولة فيها تعاني معاناة شديدة ولديها مشاكل كبيرة وبنية تحتية مهترئة ومشروعات مطلوب تنفيذها. تولت المؤسسة العسكرية والهيئة الهندسية والوزارات المعنية القيام بتنفيذ هذا المشروع الكبير الحضاري اللي بيعيد بناء مصر من جديد. التحية والتقدير للسيد المهندس كامل الوزير الذي يقدم كل ما يمكن أن يتأمله المواطن من إنجاز حقيقي في كافة المناحي المتعلقة بالطرق، بالإنشاءات الخاصة بالوزارة، بالنقل البحري، بغيره وغيره وغيره.